مشاهدينا الكرام، احييكم من تلفزيون جمهورية الصومالي القومي. شهر رمضان مبارك، والى حضراتكم نشرة اخبارية لهذا المساء يقراها عليكم فيصل احمد حسين وابرز ما فيها. نائب وزير المالية لجمهورية الصومالي وزيارة له تفقدية الى اقليم سناك. نائب وزير وزارة التربية والتعليم العالي ومشاركة له في مأدبة عشاء. كبار علماء الدين وشيوخ العشائر ومشاركة لهم بحملة لجمع وحماية المصاحف في جميع المساجد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم بالتفاصيل. عقد نائب وزير وزارة المالية بجمهورية الصومالي مالي أحمد نور أو عبدي مؤتمرا صحفيا بمقر مكتب وزارة المالية بمدينة إرقابو، والهدف منه الاطلاع على الحالة العامة للإقليم، وعلى صعيد آخر التقى معاليه بجميع موظفي الوزارة للنقاش حول الأعمال القائمة بالوزارة. عقد نائب وزير وزارة المالية لجمهورية صومالي لاند معالي أحمد نور عبدي مؤتمرا صحفيا مع مسؤولي إقليم سناك، وذلك بمقر وزارة المالية بإقليم سناك. قد تم تناقش خلال هذا المؤتمر الصحفي عن أهداف زيارة العملية التي قام بها معالي نائب وزير وزارة المالية إلى عدد من المناطق التابعة لإقليم سناك والاطلاع على الحالة العامة للإقليم. وتحدث في بداية هذا المؤتمر الصحفي نائب وزير وزارة المالية لجمهورية صومالي لاند معالي أحمد نور أو عبدي شاعر بكلمة قدم من خلالها شرحا مفصلا عن هدف هذه الزيارة العملية بإقليم سناك، كما حث جميع المواطنين القاطنين بالإقليم بالعمل مع الحكومة والوقوف معهم جنبا إلى جنب ودفع الضرائب الواجبة عليهم. وتحدث أيضا بكلمة مسؤولي مكتب الضرائب لإقليم سناك بكلمة رحبوا من خلالها نائب الوزير المالية بجمهورية صومالي لاند بهذه الزيارة التفقدية التي قدم بها إلى إقليم سناك. وعلى صعيد آخر التقى معاليه جميع موظفي وزارة المالية بإقليم سناك للتباحث حول الأعمال القائمة بالوزارة ووضع خطط مستقبلية لرفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم على أداء عملهم بأكمل وجه. شارك اليوم عدد من علماء الدين وكبار الشيوخ والعشائر ومسؤولين ومثقفين وضيوف شرف آخرون، شاركوا بلقاء موسع هدف إلى النقاش إلى الكيفية المحافظة على المصاحف وحفظها ومن الضياع بالوقت نفسه، وتم ذلك بمسجد الأقصى في عاصمة هرجيسة. التقى اليوم علماء الدين وشيوخ مسؤولين ومثقفين وشباب وضيوف شرف آخرون. هدف هذا اللقاء عن كيفية جمع وحماية المصاحف وحفظها من الضياع بالوقت نفسه، كما ناشدوا كافة المواطنين بالمشاركة معهم بهذه الحملة لأجل حفظ كتاب الله الكريم من الضياع وتطبيقها على كافة المساجد والمدارس داخل جمهورية صومالي لاند. وفي الختام يتحدث عدد من المسؤولين وعلماء الدين ومثقفين بكلمة قدموا من خلالها شرحا مفصلا عن أهمية حفظ كتاب الله الكريم من الضياع وما يعود به من نفع لصالح الوطن والمواطنين. أقام طلاب ثانوية الشيخ إبراهيم الشيخ يوسف مأدبة عشاء شرف تكريما لمدرسي وإدارة ثانوية المدرسة لما بذلوه من جهد ووقت في تربيتهم وتعليمهم أثناء مرورهم في المراحل الدراسية المختلفة بالتعليم. أقام طلاب ثانوية الشيخ إبراهيم الشيخ مدر مأدبة عشاء تكريما للمدرسين ومسؤولي إدارة الثانوية لما بذلوهم من جهود فعالة في تربيتهم وتعليمهم أثناء مرورهم بالمراحل الدراسية المختلفة في التعليم. وشارك في هذه المناسبة نائب وزير وزارة التربية والتعليم بجمهورية صومالي لاند معالي عبد الرشيد إسماعيل كاهن وإدارة المدرسة ومدرسيها وأولياء أمور وطلاب وضيوف شرف آخر. وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير إدارة ثانوية الشيخ يوسف بكلمة أثنى من خلالها على طلاب المتخرجين، كما نصحهم بمواصلة مسيرتهم العلمية وكفاحهم نحو التسلح بالعلم واكتسابه والتسابق إلى النجاح بالمراتب الأولى. كما تحدث هناك أيضا رئيس لجنة مراقبة المنشآت التعليمية للوزارة بالمنطقة الشرقية من العاصمة السيد إسماعيل علي فارح لبتي بكلمة شجع من خلالها طلاب المتخرجين كما نصحهم بمواصلتهم ومسيرتهم التعليمية. وأتحدث أيضا هناك وفي الختام نائب وزير وزارة التربية والتعليم معالي عبد الرشيد إسماعيل كاهن بكلمة أشار من خلالها عن أهمية
طلب العلم وتعليم وقيمته الرفيعة وأهمية اكتسابه لكل فرد وشخص من المجتمع. كما أضاف سيادته بأن تكريم الأساتذة والمدرسين وتقديرهم، طبعا معرفة قدر وقيمة أساتذة المدرسة، يعتبر شيئا لا يساويه أو يضاهيه شيء من المعرفة الشخصية المتكاملة للطالب. ما دام قرروا من جانبهم إقامة هذه المأدبة العشائية تكريما للمدرسين. بعث رئيس الجالية اليمنية برقية تهنئة وتبريكات لحكومة وشعب صوماليلاند ولأعضاء وأهالي الجالية اليمنية المقيمة بعاصمتها الرئيسة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا وعده علينا بالأمن واليمن والسلام. بعث الجالية اليمنية برقية تهنئة لحكومة وشعب صوماليلاند والجالية اليمنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله القدير بأن يعيد هذه الأيام المباركة باليمن والخير والرخاء على كافة الشعوب الإسلامية. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجالية اليمنية من خلال حديث حكومة جمهورية صوماليلاند المتمثلة بشخص رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم وكافة شعب صوماليلاند بالداخل والخارج بحلول شهر رمضان المبارك هذا، وبعث تهانيه إلى الشعب وحكومة دولة اليمن متمنيا لهم بأن ينعم الله عليهم بالأمن والسلام في هذه الأيام المباركة، وكل عام والعالم الإسلامي بخير. شارك اليوم عدد من مسؤولي وزارة الدين وشؤون الإسلامية ومسؤولي في ملجأ أيتام بعاصمتها الرئيسة وكبار المسؤولين شاركوا في مناسبة عقدته شركة المشروبات الغازية SBI في افتتاح برنامج خيري لجمع تبرعات لمساعدة أطفال ملجأ الأيتام. شارك اليوم عدد من مسؤولي وزارة الدين والشؤون الإسلامية وكبار مسؤولي ملجأ الأيتام بالعاصمة الرئيسة ومسؤولي شركة SBI للمشروبات الغازية وضيوف شرف آخرون شاركوا في افتتاح برنامج خيري الذي تقوم به شركة SBI لمساعدة أطفال ملجأ الأيتام. هذا وتحدث في بداية هذه المناسبة مدير البيع والتسويق لشركة مشروبات الغازية SBI السيد محمد ناصر علي، أشار من خلال كلمته أن أهمية هذا البرنامج وخاصة بشهر رمضان المبارك والذي يحمل شعار اشرب وتصدق، أي كل شخص يقوم بالشراء هذا المشروب ستكون له صدقة على أحد الأطفال الملجأ الأيتام، وبالتالي عند انتهاء هذا الشهر الفضيل سوف نقوم بتسليم هذه المبالغ لمسؤولي الملجأ الأيتام ليشاركوا الأطفال هناك فرحة العيد واحتفال بها. هذا وتحدث هناك أحد مسؤولي وزارة الدين والشؤون الإسلامية، أشار من خلال حديثه فضل العظيم للصدقة وخاصة على الأيتام والتي سيضاف أجرها بهذا الشهر الكريم. وتحدث هناك أيضا مدير لجنة الملجأ الأيتام بالعاصمة الرقيسة السيد سعيد عبدي، شكر من خلال حديثه برنامج الخيري الذي تقوم به شركة مشروبات الغازية SBI، وأشار بأن هذا العمل الخيري سوف يسد بعض احتياجات الملجأ. وفي الختام تحدث عدد من علماء الدين أشار من خلال حديثهم إلى أهمية مثل هذه البرامج الخيرية التي ستعود بالنفع على الفرد والمجتمع. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهاية نشرتنا الأخبارية لهذا المساء، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وشهر رمضان مبارك، عاد الله علينا وعليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.